وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم نشام الوطن، تابعونا. أعزائي المشاهدين أرحبوا معي بضيفتي الكريمة نشمية من نشميات هذا الوطن الدكتورة كاترينا أبو فارس أخصائية أمراض الجلدية والتناسلية والتجميل العلاجي. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. بالبداية دكتورة خلينا نحدث السادة المشاهدين نبدأ عن السيرة الذاتية لحياة حضرتك. السيرة الذاتية مش طويلة كتير ولكن تخرجت من مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية، درست الطب العام والجراحة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وبعدين قمت بتخصص الجلدية والتناسلية في مستشفى البشير ومستشفيات وزارة الصحة، وحاليا أعمل في عيادة خاصة إلي في شارع المدينة المنورة وعيادة خاصة. طبعا أهلا وسهلا دكتورة. يا ريت نوضح للسادة المشاهدين عن طبيعة المركز وعن الأمراض التي يتم معالجتها داخل المركز وعن طبيعة الأجهزة. طبعا بالأساس هي عيادة الأمراض الجلدية والتناسلية، هذا هو الأساس طبعا أساس التخصص، ولكن مع التطور الهائل في علم الأمراض الجلدية والتجميل ارتقينا أنه نحن كمان نحدث العيادة ونزودها بأجهزة كمان حديثة متطورة مطلوبة حاليا للعلاجات، مثل علاج الأوعية الدموية، مثل علاج الترهلات، مثل أجهزة التنحيف، أجهزة الشد، وبالإضافة إلى إزالة الشعر. ولكن طبعا بالأساس نحن برضو نعالج الأمراض الجلدية والتناسلية المختلفة وبكل أنواعها. دكتورة من خلال حديثنا عن الأمراض الجلدية والتناسلية هذا بالنسبة للمشاهدين شيء معروف، ولكن العلاج التجميلي يا ريت نوضح لسادة المشاهدين عنه. هلا بالنسبة لموضوع التجميل، موضوع التجميل هو موضوع قائم من فترة طويلة وهو موضوع واسع وشائك. هلا اللي فكرة التجميل العلاجي اللي هي تميز فيها الأطباء بشكل عام جاءت من معرفة الطبيب وقدرته على إنه يعرف عضلات الوجه والأعصاب والأوعية اللي في منطقة الوجه، طبعا في كل الجسم. مع تطور التجميل، علم التجميل وظهور كثير من المواد اللي ساعدت لتقدم السن وعلاج التجاعيد والعلاجات المختلفة الخاصة بالتصبغات والأمراض المختلفة، الطبيب طبعا هو أقدر شخص وخاصة طبيب الجلدية إنه يعالج هاي المشاكل بطريقة طبية وصحيحة. طبعا التجميل ينتشر كثير حاليا في كل مكان، ممكن نلاقي مراكز بتشتغل، ممكن نلاقي ناس غير مؤهلين انهم يحقنوا، انهم الابر المختلفة، ممكن كتير ناس يستسهلوا هاي الموضوع ويفكروا انه اشي بسيط، ولكن الطبيب هو الشخص الاقدر انه يعالج هاي الامراض المختلفة وهاي المشاكل المختلفة التجميلية بطرق طبية وحديثة وبرضو على دراية وعلم يكون خاص بهاي المواضيع. دكتورة كاترينا، ما هي الانجازات المتميزة التي قام بها المركز من خلال السنين الماضية؟ طبعا المركز هو عمره مش كبير كتير، العمر 3 سنوات، نحن لسه في بداية الطريق، ولكن من أهم الإنجازات اللي أنا بعتبر إنه نحن حصلنا عليها هو حب الناس لإلنا، ونحن محبتنا كمان لإلهم ورضاهم دائما عن اللي ما بتقدمه العيادة وما يقدمه طاقم العيادة من خدمات لإلهم. طبعا حرصنا الدائم أن نحن دائما نزود العيادة بأحدث الأجهزة حسب طلبات الناس، من دائما نختار شو الأشياء اللي هم بحاجتها، ماذا ينقص الناس، ماذا ممكن نتميز بإشي معين عن غيرنا، بالأسعار، بنوعية الخدمة المقدمة، بتنوع الأجهزة، بأنها تكون حديثة، بأنها تكون فعالة. فهذا من الأشياء الأساسية، متابعتنا طبعا دائما للتطورات الطبية في كل مكان. دكتورة كاترينا، من خلال تجوالنا داخل المركز لفت انتباهي هذا الجهاز، يا ريت تخبرينا عن طبيعة عمله. طبعا هذا الجهاز من أحدث الأجهزة اللي وصلتنا، واللي هو يعتبر برضو ثورة بعالم تنظيف البشرة، اللي هو التنظيف غير الطرق الاعتيادية اللي الناس تعودت عليها. هذا يعتبر تنظيف البشرة بطريقة الماء اللي هو الهايدروفيشيال، منقوم كل الخطوات تبع تنظيف البشرة ولكن بدون لمس للأيدي، فقط بالجهاز، في خصوصي له
أجهزة خاصة صغيرة تنحط مع كل خطوة بنعملها. طبعا هذه الخطوات وهي المواد المستخدمة بنغيرها بعد كل مريض لضمان النظافة وضمان عدم انتقال العدوى وعدم انتقال الأمراض. طبعا من الخيارات الأخرى اللي موجودة في هذا الجهاز عدا عن تنظيف البشرة بطريقة جديدة ومتطورة ومش موجودة بكتير أماكن، اللي هو في عنا برضو خيار اللي هو تدليك عن طريق الأوعية الليمفاوية لزيادة للتخلص من انتفاخ الوجه، للتخلص من التعب عن طريق انه نزيد الدورة الدموية الليمفاوية برضو موجود. الاشي كمان المميز في هذا الجهاز واستخدام الضوء اللي هو الاشعة تحت الحمراء والاشعة الزرقاء لعلاج حالات معينة مثل التجاعيد، تحفيز الكولاجين وعلاج تقدم العمر، وبالاضافة للضوء الازرق النوع الازرق اللي هو البلو لايت لعلاج حب الشباب برضو ممكن نضيفه للناس اللي بتعالجوا من حب الشباب، يكون كخيار مساعد إضافة إلى الأدوية اللي بيستخدمها المريض. وإشي كمان المهم والحلو اللي مش موجود بكتير أجهزة أخرى اللي هو علاج خاص لمنطقة الظهر، اللي خاصة إذا في ناس بيعانوا من حب شباب من تعب في منطقة الظهر برضو بيقوم على عمل مساج وعلاج للتصبغات والحبوب اللي ممكن تكون موجودة على هاي المنطقة. دكتورة كاترينا، رسالة بتوجهيها للسادة المشاهدين من خلال برنامج نشام الوطن عبر قناة جثات الفضائية. بحب أوجه رسالة تتمني بالصحة والسلامة طبعا والجمال للجميع. نتمنى بحب أوجه رسالة خاصة للسيدات إنهم يهتموا بحالهم أكثر، إنهم يعتنوا بصحتهم، طبعا الصحة أهم قبل الجمال دائما، يهتموا بصحتهم أولا وبجمالهم أيضا لأنه هذا جزء من تركيبة كل سيدة وكل فتاة. وبتمنى إنهم دائما يواكبوا التطورات ويسألوا شو في أشياء جديدة وإنهم يزورونا على العيادة ويستفسروا أكثر. أهلا وسهلا فيكم. نتعرف عليكي. معاكي نور أنور، أخصائية ليزر بعيادة الدكتورة كاترينا. ياريت تخبرين عن طبيعة عمل الجهاز داخل المركز. طبيعة عمل الجهاز داخل المركز بقوم على إزالة الشعر، وبقوم كمان على إزالة العروق السطحية العنكبوتية هي اللي بتكون بيعانوا منها السيدات مثل الدوائر بتكون بالسطحية، وبقوم كمان على علاج السكارز تعون العمليات ونتائجه كتير حلوة ومفيدة كمان. شكرا ليلى. عفوا حبيبتي. نتعرف عليك شيماء، ياريت توضحي لنا عن طبيعة عمل الجهاز داخل المركز. هلا هذا الجهاز تراي اكتيف، تكسير الدهون وشد الفيس والنيك، يعني اللي تكون بشرتهم كتير تعبانة. كتير حلو هذا الجهاز لشد الفيس والنيك، وهذا راديو فري بجدد خلايا الكولاجين بالوجه، وهدول المناطق تكسير دهون مناطق الأرداف وللفخاد للبطن. هل هذا جهاز شد البادي أي منطقة بدك إياها، وهذا تفتيح غدد لمفاوية وتكسير الدهون بالليزر. شكرا ليلى. أهلا حبيبتي. أعزائي المشاهدين، من العاصمة عمان ومن المركز التخصصي لجراحة الركبة نرحب بضيفنا الكريم الدكتور وائل أبو خلف، استشاري جراحة العظام والركبة وزراعة المفاصل. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيكم، أهلا في جوسات في مركزكم. أهلا فيك دكتور، إحنا بنرحب فيك ضيف فاضل في برنامج نشام الوطن على قناة جوسات. شكرا لكم، شكرا لحضوركم، وبهمنا كمستمعين وحتى في الوطن العربي انه احنا من المراكز المتميزة في المنطقة كونه مركز تاع
تعليمي وتدريبي من جمعية جراحي الركبة في أمريكا لإعطاء شهادات تخصص للزملاء أخصائيي العظام ليصبحوا أخصائيي ركبة. هذا شيء مميز لوطننا الأردن، واللي بهتم إنه كل الإخوان في الوطن العربي يعرفوا عنه. يعني وفرت علي سؤال كنت بدي أحكي لك عن الخدمات التي يقدمها المركز التخصصي لعلاج الركبة، لجراحة الركبة. دكتور، في البداية يا ريت تحدثنا عن السيرة الذاتية بإيجاز لحياة الدكتور وائل. والله أنا من يعني نعم أظافري زي ما بيقولوها في هالبلد، وتخرجت من الثانوية من كلية الحسين، كل فخر واعتزاز بهالكلية. ثم أكملت تعليم الجامعة بالإسكندرية في مصر، ثم مباشرة بعد سنة الامتياز مع رحمة الدكتور عبد الرحيم ملحس توجهت إلى بريطانيا وبدأت تدريبي هناك بإقسام الجراحة المتعددة، والحمد لله حصلت على زمالة بريطانية بعد 3 سنوات من التدريب، واللي هو يعتبر سن شوي بكير للمعدل العام. وبعد نيلي للزمالة البريطانية توفقت بالحصول على مركز في اسمه أوزبستري، الأكبر مركز لتبديل المفاصل الصناعية في بريطانيا هذاك الوقت، ويعتبر من المؤسسات العريقة بالعالم صراحة، لكل جراحي الركبة بالعالم بحبوا يدربوا هذا المركز. وبعديها بتوفيق الله صح اللي أعمل شهادة زي دكتوراه في جامعة ليفربول بجراحة العظام والمفاصل، واشتغلت هناك لمدة 2 سنين في نفس الجامعة كمدرس بالجامعة. ثم بدأ اهتمامي من 1990 بجراحة الركبة فقط كاهتمام، أصبح بكل العالم بالذات في أمريكا أصبح منتشر بس الجراح يكون أخصائي ركبة. ومن ثم حضرت للأردن بال 95-96 بعد عمل 2 سنين بالسعودية، والتحق بالمستشفى الإسلامي كاستشاري جراحة عظام ومفاصل. ثم بسنة 2000 جانيوري 2000 بدأت في هذا المركز في هذا المكان اللي شايفينه بالمستشفى التخصصي في عمان لغاية الآن. دكتور، كمركز تخصصي في علاج الركبة أو في جراحة الركبة، يا ريت تحدثنا عن الخدمات التي يقدمها هذا المركز. سؤال جيد، شكرا ستي. هذا المركز الوحيد الأول والوحيد في المنطقة اللي تخصص، وكل الزملاء بيشتغلوا معاي ديديكيتد، يعني بس نعمل في جراحة الركبة. هذا شيء مميز، بدأ بالعالم يمكن بالتسعينات، لكن قدمت نفس النسخة الأصلية الموجودة كانت مكان ما تدربت في بريطانيا وأمريكا، نقلت نفس النسخة للأردن وصممت أن أعمل فقط في جراحة الركبة. الخدمات اللي نقدمها للرياضيين نبدأ بهم بجراحة الغضاريف المعتادة المعروفة، الغضاريف الهلالية، وإحنا الوحيدين اللي منركب رباط صليبي أمامي مثلا خلال منظار. كثير بيجونا من إخواننا الرياضيين خايفين من إحنا، والله شغلنا طبعا إحنا الوحيدين بنعملها بالمنظار يعني، وهذه نادرة في المنطقة فعلا، بيخافوا من حكاية الرباط الصليبي، لكن لما نطمنهم إنه هذه أصبحت زيها زي الغضروف وبيستطيعوا يرجعوا للملاعب خلال 3 أشهر بتغير نفسيتهم، بتغير كل طموحاتهم، لأنه بدل ما يتأخر عن الملعب 6 أشهر أو سنة زي الطريقة السابقة الآن أصبحت الأمور قصيرة جدا. من الخدمات المميزة اللي قدمناها للأردن الحمد لله لاعبين مميزين ولاعبات تاكواندو مميزات، وبداش نذكر أسماء، بس من أول لاعبات اللي جابوا الأولمبية للأردن كانت الحمد لله من بطلاتنا اللي شرفنا بأنه عالجناهم بهذا المركز، وهذا فخر للأردن كانت وفخر إلنا إحنا عالجناهم كمان، غير لاعبين المنتخب الوطني المتعددين. فهذا من الإصابات الرياضية. الجهة الأخرى هي التآكل المفاصل وكبار السن شوي اللي بيجوا بيعانوا من مشاكل الركبة الكثيرة. الجهة الثالثة كمان بيجينا حالات معقدة وفعلا صعبة من الدول الشقيقة زي من السودان، من الجزائر بيجينا، من ليبيا، من سوريا الله يعينهم، ومن فلسطين، من السعودية، في كل الدول المجاورة الحالات الصعبة جدا بيعرف انه والله المركز التخصصي هذه شغلتهم، فأي حالة صعبة أصبحوا يلجأوا إلى هذا المركز. الآن الخطة الجديدة اللي بدأناها والحمد لله تعاقدنا فيها مع مستشفى الملك فيصل بالرياض، اللي هي تعليم الأطباء اللي جراحة العظام اللي حتى يصيروا أخصائيين بالركبة بالذات. فهذه بدها برنامج معقد وصعب، فمشوار المركز كبير ويعني ومتعدد، وإن شاء الله قدرنا نعمل بكل الإنجازات هذه إن شاء الله. في سياق حديثك دكتور وائل ذكرت أنه عن التآكل الغضروفي،
ياريت نوضح للسادة المشاهدين ما هو التآكل الغضروفي. تآكل غضاريف الركبة من الحالات الشائعة جدا في كل عيادات العظام بالعالم وبالذات عيادات متخصصة بجراحة الركبة. الأسباب الأساسية كما هو معروف عالميا عدم الانتظام بالتمارين الرياضية، أو إذا كان هنالك إصابات متعددة بالركبة ولم تعالج جيدا هذه تؤدي إلى تآكل المفاصل بالغضاريف، وعند السيدات لأمور أخرى مثل الصابونة كونها سمكة أقل من الرجال والأسباب الهرمونية الأخرى ونقص فيتامين د هو شائع جدا في بلادنا في هذه المرحلة. التشخيص يتم أن المريض يأتيك بألم بالمفاصل، والتشخيص طبعا بساعدنا فيه بالأشعة العادية بنعملها من المريض هو واقف حتى نحدد درجة التآكل. درجات التآكل تكون درجة أولى، هذا يعني أن هنالك لا يوجد أي تقريبا أي تغير بالأشعة، لكن هناك ألم عند المريض والمريض يحتاج أنه يأخذ مسكنات الألم بسيطة، لكن في هذه المرحلة ما زال يستطيع أنه يطلع الدرج ويصلي عليها. بالمرحلة الثانية بتشوفي بالأشعة في تغيرات بالذات في مفصل الصابونة، هنالك نتوءات وزي نشفان بنفس المفصل. في هذه المرحلة المريض ببلش يأخذ مسكنات أقوى زي النون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري مضاد التهابات المفاصل والتمارين، وبهذه المرحلة استطاعته لصعود ونزول الدرج تكون قليلة جدا والصلاة بتكون صعبة. المرحلة الثالثة تبدأ الأمور أكثر تعقيدا، المريض بيشكي أنه حتى المسكنات ما عادش تنفعه، وبيحاول كل الأمور اللي بنسمعها أمور الشعبية والأمور الطبية حتى يحاول يخفف ألمه، لكن للأسف في هذه المراحل بتكون الأمور صعبة جدا. علاجها في هذه المراحل زي ما نذكر في نشراتنا ونشرات كل العالم هي الإبر الموضعية بتعالج هذه الأمور، زي إبر مضاد التهابات وفي إبر الزيتية المنتشرة كثير الآن في الأردن وتقدمنا فيها عند دول ثانية كثير مستعملها، وبنهاية المطاف أمرار بنستعمل الإبر زي بسموها تأخذ من دم المريض ولإعادة نمو الغضاريف. المرحلة الأخيرة وهي المرحلة الرابعة هنالك تقوس بصير في الركبتين والمريض محدودة الحركة، يدوب بيطلع يستطيع أن يطلع من بيته أو يمشي حتى للمسجد أو أي مكان قريب، وفي هاي المرحلة بيكون الغضروف انتهى بالذات في المنطقة الداخلية. لو تشوف الأشعة هتلاقي أنه المريض بيمشي كأنه بيمشي عظم على عظم، ما عاد في غضروف بالمرة. دكتور، بعد ما تحدثنا عن طبعا زراعة المفاصل والركبة وطبعا الغضاريف يعني ياريت هسا نتحدث كيف يتم طرق الوقاية لهذه الأمراض. سؤال جيد، يمكن هذا الكونسيرن كتير الشباب بالذات والصبايا بيسألونا فيه، بحبوش انه يصل لمرحلة انه نتعامل مع تآكل المفاصل والغضاريف. النصيحة العالمية انه لو في اي شيء غلط بالجسم يتصلح من بدري من اولها، اللي هي الوقاية نسميها، الوقاية خير من علاج زي ما كلنا بنعرف، الوقاية خير من قنطار علاج كمية كبيرة. وأهم وقاية نعتبرها للركبة هي الحفاظ عليها بالتمارين والرياضة والاستمرار في الحياة اليومية النشطة، يعني الصلاة مثلا في ناس كتير بيخافوا منها أو حتى بزملاء يعني الآن تقارير الحديثة كلها تقول أن الصلاة بحد ذاتها السكواتينج هي جزء بحافظ على الأربطة وطول العضلات وعلى الغضاريف، ومسميها motion is dilution، الحركة إنها بحد ذاتها بتغسل الغضاريف وبتجددها، فبالتالي التريض والتعامل مع الركبة كمفصل دائم الحركة وبيحب الحركة بيساعد على أنه التآكل يبعد عنا قدر الإمكان. رقم 2، لو صار لا سمح الله إصابة للركبة أو صار أي خلل فيها يجب أن تعالج جذريا وبسرعة. ترك أي شيء بالذات الغضاريف أو الرباط الصليبي الأمامي بالذات، للأسف لأنه الرباط الصليبي بيعطيش ألم، بيخرب الركبة بدون ما يعطي ألم كثير لغاية ما يوصل المريض لمرحلة تآكل متقدمة، وهي للأسف يعني اليوم شايف مريضين بهذه الحالة منحبش نشوفهم لأنه علاجهم صعب جدا، أصعب من علاج الكبار بالسن حتى. فمهمنا أنه هدول الأمور تتعالج بدري، العلاج الجيد من البداية لأي إصابة بالركبة إن شاء الله بيعفي المريض من مشاكل التآكل في الأمام. في نهاية هذا اللقاء نشكر الدكتور وائل أبو خلف الطبيب المبدع في جراحة المفاصل والركبة، وإحنا بنتشرف فيك دكتور. شكرا ستي، وشرف لنا وجودكم وجود جوسات وجود يعني كل النشامة حوالينا في هالبلد.
يرضعك. شكرا. أعزائي المشاهدين، رحبوا معي بضيفي الكريم الدكتور أيمن الحموري، أخصائي طب جراحة الفم والأسنان. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك وشكرا لاستضافتكم إلنا، ومرحب فيكم بمركزنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتور. بالبداية دكتور، خلينا نوضح للسادة المشاهدين عن السيرة الذاتية لحياة حضرتك. والله أنا فعليا خريج الثانوية العامة في الكويت، درست في الجامعة الأمريكية بالفلبين، ورجعت على الأردن في 91. كان كأي بداية صعبة، وفتحت بإربد، ولكن الحمد لله تحولت لعمان والأمور مشيت وتوفقت الحمد لله. طيب دكتور أيمن، ياريت نوضح للسادة المشاهدين عن التخصص الطبي في جراحة الفم والأسنان وعن الطرق المتطورة في العلاج. الآن التخصص في طب الأسنان أصبح يعني واسع، ففي البداية كان في عنا يعني طبيب الأسنان، لحد الآن هو يستطيع أن يفعل أي شيء إلا بعض الأشياء اللي لم يأخذ عليها دورات. لكن الآن التخصصات أصبح هناك في تخصص في سحب العصب، أصبح في تخصص في علاج اللثة، أصبح في تخصص في التركيبات، أصبح في تخصص في الزراعة. هو مش تخصص، خلينا نقول دورات زراعية معينة وعدد ساعات معينة. بعد التسعينات صار النقل نوعية غير طبيعية لطب الأسنان بصورة متطورة، جاءت من صالح المريض، وخصوصا لما دخل التجميل على الأسنان. التجميل على الأسنان يعني ممكن إحنا نحكي فيما بعد، نتركه للنهاية حتى أنه يكون له متسع، لأنه التجميل يتضمن الزراعة، يتضمن التبييض، يتضمن شغلات عدة. دكتور أيمن، ما هي العمليات التي تجرى داخل العيادة؟ هو شوفي، هو أنت ما بتقدر، هو المشكلة أنه كل شيء يسمى عملية، لكن من العمليات التي تذكر هي قلع ضرس العقل المطمور، عملية إزالة الذروة واللي هي تسمى في الأبيسكتومي، عمليات تهذيب اللثة إذا في حال كان فيها تراجع واللي هو يسمى جنجيفال ريسيشن. ففي عدة عمليات، عمليات تركيب الأسنان أنا خلينا نحكي. الشغل الوحيد اللي إحنا ما بنحكي عنها عملية اللي هي حشوة الأسنان، منقول حشوة، لكن الباقي ينطبق عليهم اسم عملية. وهناك عمليات إحنا بنجريها بالمستشفيات اللي هي عند المرضى اللي بيكون عندهم فوبيا، بنضطر أو هم بيكونوا طالبين يعالجوا في العمليات في المستشفيات، كمثال كالتخصصي. يعني أنا بعالج هناك، في هناك كرسي أسنان متطور، هذا الكرسي بينام المريض عن طريق المبنج، بتم تبنيج كامل وبتم عمل الأسنان كاملة في سيشن وان سيشن. يعني أنت لازم تقوم تكون مخلص المريض كامل، إلا إذا كان في حالة تركيب بتاخد القياس للتركيب وبيجي المريض بركب عندك بالعيادة، لأنه مش متمنى المنطق أنك ترد تبنجه مرة تانية. طب دكتور أيمن، كيف ساعد التطور العلمي الطبي في معالجة جراحة الفم والأسنان؟ ساعد بشكل كبير جدا. كمثال إحنا كنا ناخد وقت كبير جدا في سحب العصب، الآن طلع عنا أداة آلة، وهلأ أنا برجيكم إياها لسحب العصب، ساعدت كثير وقللت الوقت، وساعدت على إعطاء
أقل يعني أعلى النتائج، يعني أعطت نتائج حلوة كتير. كمثال تركيب الأسنان في بعض الأحيان طلع عنا شغلة اسمها زيركونيوم، اللي هم هاي طبعا الآلة، هاي الآلة اللي أنا بحكي لك عنها للعصب، هاي مهمتها تقوم بفتح القنوات وتوسيع القنوات وتنظيف القنوات، ومن ثم أنت بتقوم ببعض التنظيفات البسيطة وبتحشي العصب. فنرجع للأسنان، أصبحت هناك اسم مادة الزيركونيوم، اللي هي مادة كما اعتدنا أنه نشوف الممثلين بركبوها، واللي هي بسموها الليمونيت أو الليمونير. الليمونيت يأتي بدون تحضير الأسنان، الليمونير يأتي بتخريش الأسنان لمرحلة معينة، وتكون هناك قشرة فقط. يعني إحنا أصلاً ما بنخسر السن، مش كتلبيس، تلبيس أنت بتضطر تبرد السن كامل وتلبسه، هذا قشر بتاخد بأقل من 0.5، وبعدين بتاخد قياس، المختبر بيعمل لك قشر زي خلينا نحكي الكونتاكت لينس أو الأظافر العيرة، بتلزقهم ببوند معين أو بتلزيق معين. بعطي جمالية، واللي احنا بنشوفه يعني على التلفزيون مع الممثلين، يعني هو الممثلين أسنانهم غالبيتهم ما بكتشفهم إلا طبيب الأسنان، مش طبيعية، كلياتها قشرة. طبعا القشرة هاي اللي احنا بنحكي عنها قد تنطبق على ناس وقد لا تنطبق على ناس، هي تعتمد على ترتيب الأسنان. يعني ممكن أنت تكوني جاي تعملي القشرة هاي ومع أنها غالية الثمن، وأخذ أنا قياس أودي للمختبر، نجد أنه أنت not qualified for لومنير، لأنه في هناك defect ممكن يصير. فإحنا ما بنشتغل شغلة إذا أنت أصلا مش راح تطلع معانا perfect، لأنه إحنا بالنهاية بنشتغل لسمعة العيادة. دكتور أيمن، يا ريت تخبرنا عن طرق التجميل في جراحة الفم والأسنان. صدقا هلأ صار في طرق كثيرة جدا، بس بداية إحنا بننصح المريض في الجود أورال هيجين، واللي هو العناية بالأسنان، عملية فرشاة الأسنان بصورة منتظمة 3 مرات باليوم، المضمضة قبل النوم مهمة جدا. طبعا تجميل الأسنان صار في عنا الأسنان المتراكمة في إلها حل التقويم، صار في عنا عمليات التبييض، تبييض الأسنان إذا كانت الأسنان نوع من أنواع الدارك بيقدر المريض يبيضها، في عدة أجهزة من ضمنها جهاز الزوم أو جهاز البايودنت، أو يعني أنا مش عم بعمل دعاية، أنا عم بعمل، أو في هناك أجهزة ليلية، واللي أنا بنصح فيها أنه المريض باخد جهاز بتركب عنده بالليل لمدة 2 ساعة لحد ما يوصل للمرحلة اللي هو مبسوط فيها بتبييض أسنانه، وبعديها بوقف. دكتور التبييض المنزلي. التبييض المنزلي بالضبط، التبييض المنزلي. فهذا أما إذا كان مريض يعني مستعجل بنساوي له بالتبييض اللي هو في الألترا فايلت، 15 دقيقة كل جلسة، 3 جلسات بتتم خلال ساعة مع استراحة لمدة ربع ساعة، بيعطينا نسبة لا تقل عن 60% من تبييض الأسنان، مع الإضافات اللي بنعطيها للمريض من معجون أسنان، من وقاية، من تعليمات، بيؤدي هذا الكلام للحصول على أسنان بيضة، والأهم بالحصول على فك نظيف، لأنه إحنا ما بننسى، لا يجب أن نتذكر مستوى كاسة الشاي ممكن تسبب تسوس، لأنه أنت عم تحكي عن ستيكي، عن السكر ممكن يستك أو يلزق بالسن، عدم المضمضة هاي بالطريقة هاي بتأدي للتآكل على المدى البعيد، إحنا بنحكي ما عم نحكي على مدى قريب. هلأ عشان هيك سبحان الله بالصلاة، أنت لما بتتوضى 5 مرات والخمس مرات بتمضمض تمك 3 مرات، يعني بالضبط أنت بتمضمض تمك 15 مرة، فأنت بتنظف كل إشي. يعني إذا بدي أجيك إياها من ناحية دينية،
يعني شوفي كيف ربنا خلى الوضوء في نظافة كاملة ما بدنا ندخل فيها احنا. بس انا برأيي الشخصي هذا المعتقد عندي. يعني دكتور ايمن، ما هي الاسباب التي تساهم في تلف الاسنان؟ طبعا بالبداية عند الصغار تناولهم للعادات السيئة. اولا يجب عند الاطفال في حالة ارضاع الام من سواء من الثدي او من المرضع الرضاعة، بعد كل وجبة بشاشة صغيرة تمسح على الأسنان حتى ما يكون هناك التصاق للسكر. عشان هيك بنلاقي الأولاد الصغار مسوسات أسنانهم. انسي قصة الشبس والبيبسي لما يكبروا والحكي هذا. اثنين، في عنا طبعا التدخين بأثر، في عنا الكحول بأثر، في عنا أمراض بتأثر كمرض السكري بيأثر على الأسنان بطريقة يعني سيئة جدا. عندنا كمان الباد توث براشينج، يعني الأسنان الفرشاي هي اسمها توث براش، أي بمعنى فرشاية أسنان مش فرشاية أسنان ولثة. في حالة أنك أنت لما بتعمل هيك بتسبب ريسيشن للثة، واللثة بترجع بصير تتراجع. دكتور أيمن، ما هي الطرق القديمة والأولية المتطورة في تعقيم الأسنان؟ طبعا الطرق القديمة كانت طرق بدائية عن طريق الماء، تطورت استعمال الكحول، تطورت استعمال بعض المواد الغير معرفة. لكن بعديها إجا شغلة اسمها الديب هيت، واللي هو هذا المعقم، واللي هو مش معقم يعني بمعنى الكلمة. هلا احسن تعقيم يسمى الاوتوكليف. لا، اول شيء اكثر شيء او اهم شيء انا بنصح المريض انه لما يروح الطبيب اذا كان معقم بالاوتوكليف يجب ان يكون هكذا شكل الفحص. اداه الفحص هاي اذا بنفتحها، هاي معقمه ما فيها ادنى مايكروسكوب، هاي المراي، هذا البروب اللي هو المسمار، وهذا التوزر اللي هو نحطه فيها بالدرجة الأولى، بعدين بنعقم بالكحول، وبعدين بنغلف الأدوات لكل مريض وبنضعها في أوتوكليف. هو أثبت علميا أنه يزيل جميع المايكروسكوب البكتيريا أو الفيروسات كهيباتايتس كإيدز. دكتور أيمن، رسالة بتوجهها للسادة المشاهدين من خلال برنامج نشامة الوطن عبر قناة جسات الفضائية، ألا وهي زيارة طبيب الأسنان. النقابة مشكورة مع وزارة الصحة أصبحت أو قامت بإنزال تقدر تقولي دعايات عن تنظيف الأسنان وعن تعقيم الأسنان. فلنبعد عن الوصول إلى مرحلة لا نهاية ولا رجعة، لأنه أنت كل ما بتتأخر بسنك أولا كل ما بكلفك أكثر، كل ما بتعبك أكثر، وقد تضطر إلى الزراعة، والزراعة أسعارها غالية جدا لأنه هي تكنيك جديد نازل على الأردن. فلذلك المحافظة على الأسنان وزيارة طبيب الأسنان، معظم أطباء الأسنان وأنا من ضمنهم ما بناخد كشفية. حافظوا على أسنانكم، الأسنان كتير مهمة. الأسنان هي أساس النطق. إذا تغير أسنانك أو حدث أسنان مشاكل بالأسنان الأمامية سيتغير معك طريقة النطق. شاكر لقناتكم الصريحة ذات السقف أو ذات اللا سقف، الدكتورة رولا الحروب أبدعت، وأنا بتوجه لها بطلب سعادة الدكتورة، أرجو أن تكوني كما كنت بالتلفزيون، وأنا من متابعين برنامجها جدا، أرجو أن تكوني كما كنت بالتلفزيون. للمرة الثالثة أرجو أن تكوني كما كنت بالتلفزيون.
أعزائي المشاهدين من العاصمة عمان ومن جبل الحسين تحديدا ومن مركز الاستشاري في علاج الروماتيزم وخبير الليزر الخفيف الدكتور نعيم فرساخ، نرحب فيه ضيفا في حلقتنا القادمة إن شاء الله على برنامج نشام الوطن على قناة جوسات. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا بك، مرحبا دكتور. يا ريت بالبداية تحدثنا يعني نبدأ عن حياة الدكتور نعيم فرساخ. يعني طبعا أنا ولدت في قرية ديلوسون، منطقة طول كريم في الضفة الغربية، وأنا الدراسة والثانوية في الفاضلية، وخرجت للدراسة في إيطاليا من 72 وتخرجت بالكلية الطب في 80، وطبعا مارست الطب في إيطاليا في هذه الفترة، ثم انتقلت إلى إفريقيا إلى زامبيا عمليا، واشتغلت مدة في المستشفى الجامعة في لوساكا في زامبيا، ثم عدت لإيطاليا لتخصص من 84 إلى 87 حتى حصلت على دكتوراه في الروماتيزم من جامعة روما لسابينسا 30/7/1987، ومارست الطب طبعا في روما، وبعدها انتقلت إلى إفريقيا مرة ثانية، ثم ذهبت إلى تشيلي وأمريكا الجنوبية. أنا انتقلت بين هذه الدول، من أمريكا الجنوبية إلى أفريقيا، وعالجنا حالات كثيرة سواء من ناحية روماتيزم أو غير الروماتيزم، بس أهم الحالات اللي اشتغلنا فيها يعني تعتبري في الجامعة الكاثوليكية في سانتياغو في تشيلي، حيث ابتدأنا في تطوير العلاج الحديث لأمراض الروماتيزم، كوني أخصائي في أمراض الروماتيزم في الجامعة الكاثوليكية في سانتياغو في قسم الروماتيزم والمناعة برئاسة الدكتور سيرجيو جاكوبيلي، طبعا هو أصله إيطالي بس طبعا من تشيلي، وابتدأنا العمل في كتجريبيا في علاج الليزر. طبعا هم ما كانوا يعرفوا شيء عن موضوع الليزر، أنا أول ما عرفتي في علاج الليزر أنا اهتميت كأخصائي يعني في الروماتيزم، علاج بديل عن الأدوية المكلفة والمنهكة للجسم واللي لها تأثير سلبي على جهاز المناعة وعلى الكلى وعلى الشرايين عن طريق علاج الليزر. فرصة يعني ساعدتنا على هذا الشيء، شركة إيطالية تبحث عن أخصائي روماتيزم تعاون معه في تطوير الجهاز، فأنا عرضت على الدكتور سيرجيو جاكوبيلي أو البروفيسور سيرجيو جاكوبيلي اشرأ بالموضوع إذا في إمكانية، فرحب بالموضوع وأنا اتصلت في الشركة واتفقنا وأرسلوا للجهاز وبدأنا في العلاج. أول حال اشتغلنا في العلاج كان في آنسة عمرها 22 سنة كانت بتعاني من مرض روماتيزم في جهاز المناعة اسمه سكليروديرما أو تليف في الجلد، وهذا مرض خفيف في أمراض بسمى كونكتيفايتس، يعني الأمراض اللي بتيجي من جهاز الروابط في الجسم وتؤدي إلى نتائج ممكن تكون قاتلة. كان في هذه الحالة يعني كان في تقرحات فظيعة في كوعين الأنسة هذه، فأنا طلبت من الدكتور أول حالة بعالجها عندهم إنه عالج هاي البنت. طبعا الدكتور بدأ شكه، قال يعني إحنا بنعالجها في كل العلاجات عندنا ما في نتائج، كان تقرحها في الكوعين يعني فظيعات، تدمير للعظم في رأس الكوعين، وكان طبعا غير قادرة على تحريك أيديها لأن وضعها كان صعب جدا والتهاب كامل. الدكتور كاختصاصي في علاج الروماتيزم وعلاج الليزر الخفيف، ما هو الروماتيزم وما هو الليزر الخفيف؟ أولا الروماتيزم هو عملية التهاب المفاصل، بس مش بس المفاصل، اللي العلاقة أي مرض كتير لها علاقة بالمفاصل، تيجي من ريوما طبعا هذا من اللاتين، وبالتالي يعني كل أمراض اللي علاقة في الروماتيزم. أمراض الروماتيزم تنقسم إلى فئتين يعني عمليا، فئة التهابية وفئة تأكلية. الفئة الالتهابية في أسباب عدة، بس طبعا أنا من الفئة اللي بيهتموا إنه أو بيفكروا إنه الأساس لهي الأمراض كما أمراض كثيرة من خلخل في جهاز المناعة، سبب بيكون الفيروسات، حتى كما قلت سابقا الفيروسات أساسا أمراض بتؤدي إلى إنتاج خلخلة في جهاز المناعة، الجسم نفسه بيصير يفرز مضادات ضد نفسه وبالتالي بيعملوا شيء اسمه إيمون كومبلكسز. دكتور يا ريت تشرح لنا عن الجهاز الذي أمامنا، ما طبيعة عمله في علاج الروماتيزم أو في علاج الليزر؟ طبعا هاي الطاولة شد الرقبة وشد الظهر 3D 3 dimensional يعني أو ثلاثية الأبعاد، وهذا أسلوب حديث في العلاج، مش بس شد للظهر
شد الظهر والتحريك عن طريق الشياتسو الصيني اللي عمليا تحريك الفقرات وبيرفع وبينزل حتى الانزلاقات تتعالج. هنا بنعالج كمان الانزلاقات بشكل جيد. طبعا هذا ما التزامن مع علاج الليزر الخفيف اللي بيساعد على تحسين وضع الغضاريف وامتصاص التليفات وتحسين وضع الاعصاب، لانه اساسا العلاج في الديسكات هي اصلا ضغط على الاعصاب وتاثير على الاعصاب. نتائجنا على عاليه المستوى جيده جدا. طبعا لما يكون في عمل، زي ما حكيت، لما يكون في تاكل في الـ في الـ في الغضروف لدرجه كامله، يعني طبعا احنا بنتركه لزملائنا الجراحين، بس قبل ما يوصل لهالمرحله ممكن نحسن الوضع، لانه مش كل المرضى بيحبوا العمليات الجراحية، لأنه كمان نتائجها يعني النجاحها تقريبا حوالي 30%. فكثير شفت حالات عاملين عملية جراحية وفعلا في عندها ألم فظيع وعندها ضعف في الأعصاب سواء في الجرين أو في الرقبة أو في الإيدين. يعني اليوم كان في عندها مريضة كان في عندها عملية وفي الرقبة، وللأسف بشوف أنه حتى بسموه السيمتر تاعت الفقرات ما هي موجودة، وبالتالي عمليا إذا أي وقعة ممكن تنشل أو ممكن أن تموت، لأنه يعني الحبل الشوكي راح يتدمر في الحالة هاي. يعني أسلوب علاجنا هو بديل في مراحل بدائية أو أساسية يعني من العلاج عن العمليات الجراحية، وبيعطي نتائج جيدة جدا. إحنا بنهتم طبعا في علاج الديسك، مش بس الديسك، السبب بعض الأحيان الوضع اللي بيكون فيه العضلات بتكون ضعيفة جدا، بعض الأحيان بيكون أخطاء مهنية، يعني مثلا اللي بيشتغلوا في كمدرسين أو الخياط مثلا اللي بيكون خاصة في الرقبة في وضع معين، بيؤدي هذا لتغيرات في فقرات الرقبة، بيؤدي إلى مشاكل عنيفة في المستقبل. احنا بنحاول كمان نعلم المريض كيف يقعد، كيف يشتغل، بنقوي له عضلات الرقبة مثلا مع علاج الديسك طبعا في الحالة هاي، وبنقوي الوضع الأعصاب. أغلب الأحيان بيكون عندهم مشاكل في إيديهم، يعني مشاكل الإيدين والأعصاب، بعض الأحيان بيكون إنه مثلاً ضغط على بسموه كاربن تونل. طبعاً في الحالة هاي ما بيكون كاربن تونل، بيكون مشاكل في الرقبة، وهذا بيؤدي ل ضعف في حركة الإيد أو ألم في الإيد أو مشاكل كثيرة بيصير فيها. في الحالة هاي إحنا بنعالجها وبكون نتائج جيدة. علاجنا آمن جدا 100%، ما فيه له أخطار يعني، ونتائجه عالية المستوى، هذا أهم شيء. دكتور، كم الفترة الزمنية التي يستغرقها المريض مثلا في العلاج؟ أنا حاليا بستعمل البروتوكول الشخصي اللي طورته في الجامعة الكاثوليكية في الميدان. طبعا أنا بعتبر المريض خاصة في الأمراض الصعبة التأكلية والأمراض الالتهابية لا يمكن علاجه مباشرة، يعني احنا ما بنمزح، احنا بنعالجه كعلاج بديل عن الأشياء. احنا بنعتبر طبعا الكمية اللي بدي أخذها من الليزر والوقت، يعني في البروتوكول تاعي عمليا في عندنا 22 جلسة في المرحلة الأولى في الحالات الالتهابية أو التأكل العنيف. 22 جلسة ليش؟ لأنه أربع مراحل هو العلاج، أول مرحلة والثانية هي اهتمام في علاج الالتهاب والألام تكون موجودة. في المراحل الثانية بيكون تقوية للأعصاب وتقوية للعضلات وتقوية للمفاصل. على مراحل، هي أربع مراحل، 22 جلسة خلال 8 أسابيع عادة بيكون. بس بمر علينا حالات يعني بيكون الناس مستعجلين، خاصة المغتربين المخرج الأردن غالبا ما بيكونوا مستعجلين، كمان بدون تكلفة الفندق. طبعا احنا بنحاول نعمل جلسه مسائيه وصباحيه، بس بشرح لهم انه النتائج متتابعه، بشرح لهم النتائج ما بتكون، يعني احنا عادة نتائج حوالي 98%، بيكون 70% بس التحسن بيكون مستمر. اهم شيء في علاجنا التحسن بيكون بيستمر حتى بعد انتهاء العلاج، باختلاف يعني الادويه عاده ما بتعطي هاي النتيجه. واحنا نتائجنا لانه بيحسن وضع الخلايا، علاج الليزر هو علاج الخليه، وبالتالي علاج الخلية معناه تحسين وضع النسيج والعضو، وبالتالي نتائج بتكون جيدة جدا. أيوة. دكتور، احنا شايفين انه في جهاز ثاني امامنا بالنسبة نعم. يعني دكتور، نحن شايفين جهاز برضه من نوع تاني، وانت ذكرت انك انت قمت في تصميم هذا الجهاز، يا ريت تحدثنا شو طبيعة عمل هذا الجهاز. هذا جهاز ليزر خفيف طورته مع شركة إيطالية، شركة جوانتيرا في روما، اسمه ملتي ليزر FRS من فرسخ فارس 31، لأنه على أساس الليزرات بتستعمل. الليزر كقطعة يد مصممة من طرفي شخصيا ومرسوم من طرفي ومصنعة في الأردن بالألمنيوم، ومنها جزء ثاني بيساعدنا في العلاج وهو المخروط
الثلاثي الأجزاء، وهذا من الأشياء اللي مستعملها، هي أسرارنا طبعا بنحتفظ فيها حتى ما زملائنا ما يشوفوا، بس هي أشياء احنا صنعناها وتصميم بكل شخصي. هذا الجهاز هذا بيعتمد على الليزر من أنواع الليزر المودوليتد، في عندك نوع مودوليتد، في عندك نوع فيكست يعني أو كونتينوس. هذا مثلا ليزر خفيف بس هذا كونتينوس يعني ما بغير النبضات، هذا مودوليتد بغير النبضات، كل واحد له أهدافه العلاجية. نعم. يعني شيء بيعالج الألم، في شيء بيعالج حتى الجلطة القلبية ممكن والجلطة الدماغية، في أشياء بيعالج الأعصاب، كل واحد حسب الحالة المرضية اللي بيكون احنا مستعمل الجهاز اللي بيلزم. دكتور، رسالة توجهها من خلال برنامج نشام الوطن على قناة جوسات للسادة المشاهدين؟ طبعا لازم يهتموا بصحتهم ويهتموا بحركاتهم، ما يتحركوا دائما بالسيارة لأن السيارة قاتلة، ومن أسباب الديسكات الموجودة في الأردن أغلب الأحيان قلة الحركة، الحركة بركة مثل ما حكيتها، وبالتالي يتحركوا بجريهم وما يتحركوا بالسيارات لأنه بيدفعوا ثمنها وهم كبار، هم صغار يتحركوا ويعملوا رياضة، مارسوا رياضة، رياضة عنيفة لا بس رياضة جيدة المشي، وهذا شيء جيد جدا. طبعا إذا في لا سمح الله أمراض بحاجة لاهتمام من جهاز حكيت جهاز المناعة، يعني لازم يكون يروح على الدكتور المختص ويتابعه بشكل جيد. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذا اللقاء نشكر الدكتور نعيم فرسخ الاستشاري في علاج الروماتيزم والليزر الخفيف، إلى كل الشكر وكل التقدير. شكرا. أعزائي المشاهدين من منطقة جبل الحسين في العاصمة عمان، رحبوا معي باستشاري طب وجراحة العيون الدكتور خلف هوشان المعروف بخبرة الواسعة في هذا المجال. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا بك. دكتور، بداية حابين تعرفنا وتعرف السادة المشاهدين عن سيرتك الذاتية ومسيرتك المهنية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك وشكرا لقناة جوسات على هذا اللقاء. والله هو الصحيح بالنسبة للسيرة الذاتية صحيح واسعة ومفعمة وطويلة، وقبل كم سنة صحيح احنا عملنا قصة نجاح احد القنوات عملتها وكانت حوالي ساعة واكثر، بس احنا يعني بدي بس الجزء الممتد بس من لما فتحنا العيادة، عرفتي كيف؟ طبعا احنا تخرجنا عام 1992، تعرفي كطبيب خريج جديد ويحمل دكتوراه ومضى حوالي 14 سنة في الاتحاد السوفيتي، يعني بعود على البلد وهو متفائل بشيء كبير صاير، بس لسوء الحظ احنا اصطدمنا بشغلات كثيرة، منها مثلا انه انا جيت 92 وعادلنا الشهادات الطبية وحصلنا على ترخيص المهنة من وزارة الصحة وكل شيء تمام، راجعنا وزارة الصحة بهذاك الوقت طبعا مش زي الايام هذه انه احنا نبحث عن وظيفة، عرفت كيف؟ لأن صحيح أنا معي فقيرة وما كان معي ولا دينار واحد، وكنا صورة طبعا متزوج ومعي بنت، عرفت كان ظرف خاص صحيح. فجينا وزارة الصحة، كان وزارة الصحة باب التوظيف مغلق تماما، وحتى ما حد بيحكي معك، كاتبين لك مراجعة ديوان خدمة مدنية. طبعا رحنا على ديوان خدمة مدنية في شمساني، بيطل عليك موظف من شباك صغير وبيقول لك تراجع البريد، بس كلمة واحدة طبعا، عرفت كيف؟ فرحنا على البريد، كان شهر 11 بهذاك الزمان، عرفت كيف؟ وانه بيحكي بتيجي بواحد واحد، جينا بواحد واحد، واذا مظاهرة امام البريد في مدينة اربد طبعا، انه اخر يوم صار وواحد واحد، عرفت كيف؟ طبعا رمينا طلب وما في نتيجة نهائية. طبعا انا شو بدي اعمل؟ طبعا ما في مجال امامي للعمل الا انه افتح عيادة، لما صرنا نروج انه نفتح عيادة طبعا وبدون فلوس، عرفت كيف؟ الكل يقول عنك مجنون، يقول لك كيف انت يعني خريج جديد ومن اربد بدك تفتح بعمان، على الاقل عرفت كيف؟ ومين بيعرفك وهكذا، عرفت كيف؟ بس انا كنت طبعا في كان شويه ثقه في النفس، وبعدين كان شهاداتي فيها شويه مميزه، انه قصر النظر بهذاك الزمان كان لسه بالاردن مش موجود، وانا معي دكتوراه في قصر النظر، يعني كان شويه عرفت كيف ثقه، وانه انا ممكن استطيع انافس، ولكن
طبعا ما في واحد شجعنا على الموضوع, وفي نفس الوقت ما معكش ولا يعني ما معكش ماديا انك تقدر تمول المشروع. طبعا احنا حسبنا بحسبتنا انه والله يعني 20,000 بكفوا. واحد نصحنا تروح على صندوق التنمية والتشغيل, رحنا على صندوق التنمية والتشغيل حسب اعطونا 15,000, يعني خسروا 5,000 مسبقا. احنا طبعا فتحنا العيادة وفتحنا زي ما تقول زي واحد زي ما تقول اعمى وماشي بطريق ظلمة. فتحنا العيادة واذا هي احنا مو حاسبين لا مواد دعائية ولا جربات العيادة ولا مطبوعاتها ولا شيء, وأنه 15 ما بيكفي صحيح. طبعا جبرنا نداين, عرفت كيف؟ طبعا واحد ما أخذ قرض بده يسده, وواحد مديون وفاتح عيادة جديد وما حد بيعرفك. طبعا كانت بالنسبة لي زي ما تقولي يعني الصحيح يعني من حياتي مرحلة صعبة صحيح. وانت قدمت على شيء الكل من الناس اللي بيعرفوا طبعا متشائمين, إلا أنت الوحيد متفاهم بين هالناس. طبعا دكتور إنجازاتك العظيمة هاي تظهر من خلال السمعة الطيبة للعيادة. طبعا هو أنت بتحكي عن الإنجازات هو الصحيح يعني والسمعة وهكذا, هذه صحيح ما بتجي من فراغ. يعني الإنسان بده يعمل سمعة طيبة أول شيء بتكون عنده مصداقية في التعامل, عنده إيمان بالله قوي, عنده ثقة في نفسه, عنده شهادات يقدمها, يكون برضو لما بده يعمل العمليات يكون يعني مش أي عملية يعني يحاول يعملها, لأنه مش أحيانا في عمليات اسمها العمليات المعقدة اللي نتائجها بتكون أقل. بقى هو بده يكون يعمل عمليات محسوبة بنتائج جيدة ترضي المواطن. يعني إحنا مواطننا الأردني بيني وبينك بعطيك 5 ليرات بده نظر بال5 ليرات, وليك عنده يكون حاسبها يعني حاسبها صح ودقيق. وطبعا يعني السمعة بتيجي زي واحد ببني بيت لبنه لبنه, عرفت كيف؟ والحمد لله طبعا وصلنا لمرحلة الحمد لله. دكتور يا ريت توضح لنا بإيجاز عن التخصص وما هي الجراحة الدقيقة للعيون. طبعا هو زي ما بنسمع كلنا انه في اطباء جراحة عامة واطباء جراحة عظام وجراحة اعصاب, بس العيون لا تختلف كليا ما عدا الجفون. طبعا الجفون ممكن تشتغلها برضو بدون جراحة دقيقة. دقيقة تعني انت تعمل تحت مجهر, يعني كيف الرسام بكون يرسم برسم دقيقة جدا وبألوان شيء, هيك العيون وتحت المجهر. يعني لما تكون العملية تجرى تحت المجهر اسمها صارت جراحة دقيقة. يعني الأدوات الجراحية المستعملة الملقط والمقص والسكين وهذول بتكون دقيقة جدا يدوبها مرئية. فقا احنا بنحطها تحت المجهر بصير ضخمة, بصير العين بحجم أكبر تجرى العملية بنجاح. طبعا والعين عضو حساس في الجسم. 100%. دكتور ما هو الفرق بين عمليات الليزك والليزر والليسك أيضا؟ هي الليسك هي موازية للليزر, يعني شو بنعمل ليزر شو بنعمل ليسك نفس الشيء أو إبليزك, عرفت؟ هذول الثلاثة الصحيح هم ليزر بس بشوية تكنيكي بيختلف, عرفت كيف؟ والليزك احنا غالبا يعني لما بنعمل عملية بنعمل فحص شامل للعين, تنظير العين, فحص الشبكية, فحص العصب القرنية, وبنعمل تصوير ملون, عرفت كيف؟ تصوير ملون هذا بيعطينا صحيح ميلان القرنية, سماكة القرنية اللي هو مهم جدا لاختيار العملية, بيعطينا كمان انه ما يكون في عندك قرنية مخروطية. الانسان القرنية مخروطية هذا تعني قرنية ضعيفة والليزك يصبح ممنوع. بقى الليزك انه في جهاز بنحطه عليه بيعمل قصة من القرنية, حكيها بالانجليزي فلاب, نرفع القصة ونعمل اشعة تحتها ونرجعها, وليك ثاني يوم العين كان مو معمول عملية. اذا الليزك لازم تكون قرنية سميكة مشان تتحمل القصة, لازم تكون سميكة أولا. ثانيا عرفت كيف الليزك لازم تكون القرنية متوازية مش مخروطية, عرفت كيف؟ بالليزك ثاني يوم رأس المريض بيكون كانوا معامل عملية. دكتور ما هي الإرشادات التي يتم توضيحها للمريض بعد العملية؟ هو لا شك صيانة عندنا تعليمات مطبوعة لكل مريض مرشح لأجراء عملية, نرفقها بالملف ونعطيها واضحة. انه مثلا لما نعمل عملية مفروض المريض اولا يروح على البيت مباشرة, وزي ما بقول يخلل الى الراحة يعني ينام, يعني زي ايد مجروحة نحط عليها ضمادة, يعني بده يروح ينام. واحنا غالبا نعطيه حبة ينام بعديها لنجبره ينام,
مشان يرتاح اولا. ثانيا انه ممنوع يعني يلمس عينه نهائيا لمده اسبوع من تاريخ العمليه. الشغله الثالثه انه المي ما تيجي في عينه، يعني بده بنت او رجل يغسل راسه لورا بده يتحمم شيء، ممنوع المي تيجي لاسبوع داخل العين، تعتبر عمليه وهذه ممكن تسبب التهاب. عرفت كيف؟ الشغله الثالثه طبعا بالنسبه للصلاه انه اول يوم صلاه جلوس، واليوم الثاني بيقدر يصلي عادي. الوضوء بده يمسح من خارج من العين، ويلتزم التزام شديد بتقطير العين حسب التعليمات. احنا غالبا صحيح اول يوم نطلب المريض انه كل ساعتين يحط قطره في عينه طالما هو صاحي. يعني المريض اذا نايم ان شاء الله بنام من لما بطلع العمليه لثاني يوم ما في علاج، لانه النوم بطبيعته هو علاج. عرفت كيف؟ انه اول يوم كل ساعتين، ثاني يوم بصيروا اربع مرات باليوم. طبعا بحاله الليزر بنستعمل القطره لشهرين ثلاثه، بحاله الليزر نكتفي لشهر الصحيح. دكتور، رساله نصح وارشاد للساده المشاهدين عبر برنامجنا نشام الوطن على قناه جوسات. والله انا كطبيب عيون صحيح اللي بده يعرف كم قيمه النظر بيغمض عيونه شويه او بالليل بتنطفي الكهرباء، بعدين بيعرف شو قيمه النظر بالنسبه للانسان. يعني كثير من الناس بتسمع منه بيقول لك انه انا بديش حياتي بدون نظر، وفعلا الانسان اصبح لا يرى شيء، وهذه صحيح يعني يفقد حياته ولا يفقد نظره. لهيك مهم جدا صحيح، مهم جدا جدا انه الانسان اذا شعر شيء في عينه مش يستنى شهر شهرين ثلاث اسبوع اسبوعين تروح الطبيب. يعني ياما امور صغيره جدا لو تم علاجها كان الانسان صاير في صحه جيده وما صار يصار. يعني في شغلات صحيح مثلا بدايه التهاب، وكل يوم بيزيد الالتهاب. مثلا مريض السكري يكون في عنده نزيف في الشبكيه، والنزيف هذا النزيف مش راح يطيب لحاله وبدون علاج ما حيطيب. اليوم اجتني واحده بتشوف نص متر بعيونها الثنتين وجاي من اربد، وكل يوم مع طبيب واكثر من طبيب، كأنها كل ما طبيب بحكيها بدك عملية بتروح واحد ثاني بلكي مش عملية، واحد ثالث اجت عنا وفهمناها يا عمي شو البوزيك على المر اللي امر منه. المقصود انه الواحد يفحص نظره بشكل دوري اذا عنده مشكلة باطنية لا سمح الله، مثل مرض السكري والضغط وما الى ذلك. مثلا المياه البيضاء اللي حكينا عنها، عرفتي كيف؟ الان بيبدأ نظره يخف، بيظل يستنى تسكر نظره. مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق. شكرا. تمنياتنا لك دكتور بالتوفيق. شكرا لك ويعطيك ألف عافية. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذا اللقاء الممتع والمفيد مع الدكتور خلف هوشان استشاري طب وجراحة العيون، شكرا الجزيل لك دكتور ويعطيك ألف عافية. أعزائي المشاهدين، رحبوا معي بضيفنا الكريم الدكتور شريف شاكر استشاري طب وجراحة العيون. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيكم. بداية دكتور، حابين تعرفنا وتعرف السادة المشاهدين عن سيرتك الذاتية ومسيرتك المهنية. أول شيء بنشكر محطة جوسات اللي أتاحت لنا الفرصة أنه نطلع معاهم ونعرف عن حالنا. أنا استشاري أمراض وجراحة العيون وأمراض وجراحة القرنية. خلصت بكالوريوس طب من الجامعة الأردنية بال91 وتخصصت في بريطانيا، عملت امتحان الزمالة من دبلن، بعدين انتقلت للولايات المتحدة. هناك طبعا عدت يعني البورد الأمريكي وعملت تخصص في أمراض وجراحة القرنية، من ثم عدت واشتغلت كأخصائي أسيستنت بروفيسور في المستشفى الجامعة الأردنية. دكتور، يا ريت تتحدثنا عن هذا الاختصاص. هلا احنا اختصاصنا بيشمل أمراض القرنية زي القرنية المخروطية، التهابات القرنية اللي طبعا ممكن تكون التهابات جرثومية أو غير جرثومية، بالإضافة لعمليات تصحيح النظر، عمليات المية البيضاء وأحيانا ضغط العين. دكتور، نحن الآن في تطور علمي هائل، ما هي آخر التطورات التي طرأت على عمليات العيون؟
طبعا الطب وجراحة العيون من المجالات اللي فيها تطور كبير، وخصوصا يعني في عمليات المية البيضاء، عمليات تصحيح النظر، عمليات زراعة القرنية، عمليات القرنية المخروطية. مثلا إذا إحنا بدنا نأخذ عمليات المية البيضاء، إحنا قبل حوالي 15 سنة كنا نعملها عمليات جراحية اعتيادية، يعني نفتح جرح كبير ونطلع المية البيضاء ونزرع عدسة وبعدين نخيط خياطة. بالضبط. هلأ لا، ما بطلت خياطة، صارت الشغلة زي ما تقولي فتحات صغيرة زي كأنه لابروسكوبك، إشي صغير أقل من 3 ملي، بنسحب من خلالها العدسة المية البيضاء وبنحط منها عدسة مطوية تفتح جوا العين، ولما نخلص العملية المريض بيقدر يطلع شايف. بيقدر يطلع يعني فعليا ممكن يقدر يسوق، عرفت كيف؟ فهذا التطور اللي صار. طبعا برضو التطور في التكنولوجيا تبعت العدسات اللي بتنزرع جوا العين. طبعا بداية كانت المية البيضاء انهم بس يشيلوها بدون ما يزرعوا عدسة والمريض يلبس نظارة خميلة، بعدين صارت الشغلة انه نزرع عدسات داخلية جوا العين علشان يشوف البعيد، ممكن يحتاج معها نظارة. وبالتقنية الحديثة هلأ صرنا نزرع عدسات اللي تصحح انحراف النظر، طول النظر، قصر النظر، كمان انه ممكن عدسات اللي هي مالتي فوكال اللي يشوف البعيد والقريب. فيعني صار المريض فعليا هلا لما يعمل المية البيضاء زي كأنه عامل عملية تصحيح نظر، انه بيستغني فيها عن النظارة للبعيد للقريب بشكل عام. ففي تقنيات كتير صار تطورات هائلة في مجال المية البيضاء، مثلا عمليات تصحيح النظر. حاليا يعني احنا بنعمل عمليات تصحيح نظر للاستغناء عن النظارة. اول كان ما في مجال انه الواحد يعمل عمليات تصحيح نظر، هلأ صار في عنا مجال نعمل تصحيح سواء بالليزر او ممكن بزراعة عدسات داخلية جوا العين اللي ما بزبط الليزر. فصار في عنا فئة اكبر بشملها التصحيح. بالنسبة لعمليات القرنية المخروطية، أول كان اللي عنده قرنية مخروطية نقول له ما نعمل عملية، إنه يا بتلبس نظارة أو ممكن تلبس عدسة صلبة، أو في الآخر إذا ما زبطت إنه بنعمل زراعة قرنية. هلأ صار فيها الشغلة ممكن نعمل فيها تصحيح، أول كنا ما نقدر نعمل تصحيح، نعمل معها عملية تثبيت اللي هي تصليب أو كروس لينكينج. صار في مجال انه نزرع عدسات داخلية جوا العين تصحيح، يعني صرنا نعاملهم كحالات عندهم قصر نظر وانحراف ومشاكل يعني من اللي احنا بنشوفها عادة بدون ما يكون عندهم قرنية مخروطية. فصار في مجال لانه الواحد يعني يحصل نظر كويس بالتقنيات الحديثة اذا عنده قرنية مخروطية. طبعا الحالات المتقدمة هذه يعني ما في إلها حل، لازم ننتهي بأنه نعمل زراعة قرنية، وفي طرق عدة لأنه نزرع قرنية. يعني الطريقة الاعتيادية كنا أنه نزرع قرنية كاملة، هلأ صارت الشغلة أنه إحنا ممكن نشيل الطبقات السطحية من القرنية ونوصل لأعمق طبقة ونزرع بعدين القرنية الجديدة فوقيها بدون ما ندخل جوا العين. دكتور، حضرتك تفضلت وذكرت طول النظر وقصر النظر. نعم. وذكرت طرق علاج حديثة لإلها اللي هي الليزر والليزك والليزك. يا ريت نوضح للسادة المشاهدين ما الفرق بين هذه العمليات. طبعا احنا فينا ممكن يعني بالمفهوم العامي انه نحكي للمريض انه ممكن نعمل لك عملية ليزر سطحي او نعمل عملية الليزك اللي فيها اصل القرنية وتصحيح. طبعا احنا بنختار العملية الانسب للمريض. هلأ المريض بناء على الفحوصات بنعمل صورة ملونة للقرنية بتبين فيها شكل القرنية وسماكتها. هلأ المرضى اللي عندهم سماكة قليلة أو عندهم مثلا قرنية مخروطية في بداياتها، هدول ما بنقدر نعمل لهم عمليات ليزك، هدول إحنا بنعمل لهم بس عمليات ليزر سطحي. طبعا اللي عنده قرنية مخروطية بنعملها مع عملية تثبيت على أساس أنه ما ترجع تضعف القرنية مرة تانية. فالمرضى اللي عندهم سماكة كويسة ودرجات معقولة يعني مش عالية كتير ممكن نعمل لهم عملية الليزك. طبعا احنا ممكن نخير المريض اذا عنده سماكة كويسة بين بانه يعمل ليزر سطحي وعملية ليزك. الليزك بيكون اريح للمريض، لكن برأيي انه عمليات الليزر السطحي هي الافضل
على المدى البعيد، لأنه لما بتعمليها ما بنقص القرنية، ما بنضعفها، ما في منها مشاكل. عادة يعني ممكن إنه نعيد التصحيح بسهولة، لأنه في معانا سماكة كتيرة تركناها، فيعني بتضلها هي العملية الأمثل للعين. دكتور، رسالة نصح وإرشاد تقدمها للسادة المشاهدين عبر برنامجنا نشام الوطن على قناة جوسات؟ طبعا إحنا بننصح المشاهدين إنه أي حدا بيعاني من مشكلة، سواء كانت مرضية تتعلق بالعين، إنه يراجع طبيب العيون. مرضى السكري بالذات بدهم يراجعوا طبيب عيون على أساس إنه يفحص لهم الشبكية، لأنه في كتير علاجات جديدة ممكن إنها تحسن الوضع في بداياته أفضل مما إنه تكون في مرحلة متقدمة وينتهي الوضع بإنه يعمل عملية كبيرة وما يحصل نتيجة كويسة. المرضى اللي بوصلوا سن 40 ننصح إنه يعني دائما يقيس ضغط عينه عند الطبيب لو مرة واحدة، علشان ضغط العين ما بيكون عادة له أعراض، فممكن يؤدي إلى تلف في العصب البصري وفقدان البصر قبل ما المريض يكتشف هذه الحالة. وإذا صارت إنه وصلت مرحلة متقدمة المريض صار يكتشفها هو، معناته إحنا مش رح نقدر نسوي إشي. فيعني دائما الوقاية خير من العلاج. فهذه هي نصائحنا. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذا اللقاء الشكر الجزيل للدكتور شريف شاكر. علقت الكلمة. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذا اللقاء الشكر الجزيل للدكتور شريف شاكر، استشاري طب وجراحة العيون. شكرا لك دكتور، ويعطيك ألف عافية. زيدكم عافية، شكرا لكم. أعزائي المشاهدين، من جديد رحبوا معي بضيفنا الفاضل السيد نواف سلامة، مالك مؤسسة عالم الحكمة للعسل والعطارة من العاصمة عمان ومن جبل الحسين تحديدا. أهلا وسهلا فيك شيخ. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم. شيخنا، حضرتك عضو في جمعية النباتات الطبية الأردنية وعضو في مجموعة شركات عالمية للأعشاب الطبية، يا ريت تحدثنا عن بداياتك في هذا المجال. بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح، أنا معلم للغة الإنجليزية منذ بداية حياتي، فحاولت أني أكمل دراستي في الماجستير، فذهبت إلى بلد اسمها لاهور في باكستان. هناك في باكستان كان عندهم الأعشاب الطبية بشكل جيد، يعني مدروسة وكذا، فأخذت برانش يعني فرع في الأعشاب الطبية. من ذلك الحين بدأت أهتم اهتمام كبير بهذا الحقل، ولكن يعني قبل كان الإنسان كل زي أي واحد من ناسنا بحب مثلا يأخذ المرمية والزعتر والأمور هاي، لكن أكاديميا كان بعد دراسة في جامعة لاهور. شيخنا، يعني بالنسبة للمجال هذا، هل هو كان مثلا دراسة علمية أم هبة من الله؟ كما أسلفت يعني هو دراسة علمية تمت في جامعة لاهور للأعشاب الطبية، وبدأنا الحمد لله يعني حتى ندرس الطب النبوي بكل تفصيلاته، وتمت بذلك. ثم ذهبت إلى البلد اللي كنت أدرس فيها في عمان، وذهبت إلى الشارجة في الإمارات ودرست في المعهد العربي للطب النبوي في الشارقة، حصلت أيضا شهادات أخرى غير الشهادة اللي في لاهور، والحمد لله الآن يعني أصبح عندنا يعني أكاديميا وأيضا هبة. الشيخ، ما هي طرق العلاج اللي أنت حضرتك تستعملها للعلاج للأمراض؟ الطرق التي نتبعها، لا نقول الآن علاج، لأن العلاج فقط يعني يكون للناس أطباء والمستشفيات. نحن نساعد في توصيل المريض إلى صحة صحيحة وسليمة. أما العلاج الكيورمنت يعني النهائي، فيكون طبعا هو أولا بيد الله عز وجل، لأنه لا في طبيب إلا الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الطبيب قال طيب هو الله عز وجل، يعني هو الذي يوقع على الشفاء في النهاية. أما الشفاء، كيف نصل بالإنسان إلى الشفاء؟ نساعد على الوصول للشفاء كثير من الطرق التي يعني متبعة في موضوع طبنا أو مجالنا في موضوع الطب النبوي والأعشاب الطبية إلى آخره. عندنا الكثير من الطرق التي تؤدي إلى الشفاء.
منها يعني موضوع طب النبوة، وهو موضوع يعني قديم وحديث، حيث اهتم الناس في كل العالم بهذا الطب الشريف، طب النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبت الآن علميا أثبت الناس أن هذا الطب يعني له تأثير رائع جدا في شفاء البشرية. مثلا عندك موضوع الحجامة، الآن في كل العالم في حجامة، يعني حتى أنه أنا قبل فترة بتصل مع بنت أختي في سويسرا، حكت لي أنه في الآن دورات في سويسرا للحجامة، تعال خذ لك دورة في سويسرا. نعم، وفي البلاد الغربية كلها، أمريكا، في بريطانيا، في الشرقية أيضا نفس الحاجة، الصين، روسيا، في كل دول العالم بدأوا يركزوا على موضوع الحجامة التي لها نفع عظيم جدا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحجامة شفاء لكل داء، لكل داء. نعم، لما قلنا شفاء ما قلنا الشفاء، لو قلنا الشفاء للتعريف كان المعنى أنه الحجامة فقط تشفي كل داء، يتصر على شيء معين. لكن لما قال شفاء تدخل الحجامة في شفاء كل داء، فهي لها دخل في شفاء كل داء. يعني مثل هذا الموضوع، المجال الطب النبوي، أيضا موضوع بسموه الأبيثيرابي اللي هو طب النحلة وما لها من صيدليات رهيب جدا. الآن لو دخلنا على النت نجد أنه النحلة طبعا لها ست منتجات النحلة، كل منتج يعني صيدلانيا له يعني صفحات عديدة جدا في النت نقرأها، نعرف كم هي فوائد هذه النحلة. وطبعا هذا مصداق لقوله عز وجل، وأوحى ربك إلى النحل أن تخلي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون، وكلي ثم اسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. ما قال عسل، قال شراب بدون ما يحدد. من الشراب هذا العسل، غذاء الملكات، سم النحل، شمع النحل، البولن اللي هو حبوب اللقاح، والعقبر اللي هو يعتبر الآن من أغلى منتجات النحلة. احنا كنا نمسكه لما يقول هذا وسخ النحل، لكن هو الآن أثبت أنه أثبت الآن علميا جدا عظيمة، فوائد جدا عظيمة. نعم. رسالة نصح وإرشاد للسادة المشاهدين من الشيخ نواف سلامة، أخصائي أو صاحب مؤسسة عالم الحكمة للأعشاب والعسل والعطارة. شكرا. يعني احنا رسالة أكبر من حجمنا، لكن لابد أن نتكلم في هذا المضمار. الله يبارك فيكم. صحيح بالنسبة لموضوع قلت صاحب مؤسسة كذا وكذا، صحيح الكلام، لأنه أنا لا أملك أن يعني أفعل شيئا، عندي متخصصين في المؤسسة، متخصصين، واحد متخصص في الأعشاب، واحد متخصص في الرقية، واحد متخصص في الحجامة، يعني متخصصين هم خريجين ومعهم مؤهلات، بالتالي هم بيشتغلوا. أنا يعني هنا إداري، أحيانا بساعد وأحيانا بساعدش. أما الرسالة فهي لأبنائنا وبناتنا وإخواننا في الوطن الحبيب وفي كل العالم العربي والإسلامي، أن نرجع إلى الطبيعة، أن نرجع إلى أجدادنا الذين كانوا يعيشون حياة ملؤها الراحة وصحة. نعم نعم، صحتنا كانت صحتنا نفسيا ممتازة، وصحتنا أيضا جسديا رائعة، لأنه كان يعني الإنسان يأكل من عمل إيده، المرأة تقوم على زوجها وأولادها في الصباح تطعمهم من إيدها وبحنانها، يعني ليس يعني مثل بعض الناس الآن حتى مستوى الغداء بيكون ديليفري يعني. فبالتالي صحيح يجب أن يكون البيت هو المطعم تبعنا وليس المطعم الخارجي. أيوة، لأنه حتى هذه الأمور اللي تفضلت فيها الآن، يعني الغرب بدوا يحاربوها، اللي بسموها جنك فود، هذه كلها الآن تحارب برا يعني في الغرب. بالتالي يجب نرجع مرة ثانية إلى طبيعتنا وحياتنا الصحيحة الطبيعية، شوية تعب بسيطة لكن في نتائج رائعة جدا، بدل ما نروح يعني على طباء نركض إنه والله هذا عنده ضعف في الدم، فلان عنده يعني لا سمح الله لوكيميا، فلان عنده لا سمح الله حديد مخزون حديد عنده صفر. يعني في أنا شفت بنات يجين عندهم شباب فيش عندهم يعني مقومات الحياة. ليش؟ لأنه أكل وشربه كله جنك فود من برا، وبالتالي يعني ما يعني يجب أن نرجع مرة ثانية لطبيعتنا، نوكل الخضرة على إنها الآن مهرمنة، لكن نوكلها أحسن من نوكل أشياء مبكتوا عليها مواد محفوظة. طبعا كلمة أخيرة من الشيخ نواف عبر برنامج النشام الوطن على قناة جوسات. والله أنا أثمن غاليا جهد هذه القناة العظيمة جوسات، ويعني صحيح أنتوا فرسان، ولذلك يعني إياكم أن تترجلوا، خليكم في المعركة، معركة
الإعلام الجاد الهادف الذي يخدم هذا الوطن، وإن شاء الله إلى الأمام ونحن مع جوسات. وأنت من نشام الوطن المبدعين في طبعا علاج الأعشاب والعسل والعطارة. صح ولا إن شاء الله، حياكم الله وبياكم. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ نواف سلامة اللي هو مالك مؤسسة عالم الحكمة للعسل والعطارة. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، الله يبارك فيكم إن شاء الله. نتعرف عليك. محمد اليمن أبو وائل. حضرتك أنت في مؤسسة عالم الحكمة؟ كادر في مؤسسة عالم الحكمة وشريك في هذه المؤسسة. شو طبيعة عملك؟ رقية شرعية والأعشاب إن شاء الله. كيف شايف الوضع والإقبال على هاي المؤسسة؟ بفضل الله، كون المؤسسة كل المنتجات اللي فيها مرخصة من الغذاء والدواء والمصدقية موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى، الأمور بفضل الله. تعرف عليك؟ إبراهيم شطر، المدير المالي بشركة بوليرات بيتا. نعم. إحنا شايفينك في مؤسسة عالم الحكمة يعني للعسل والعطارة، شو الدافع اللي خلاك تيجي لهون؟ والله هو يعني المنتجات اللي عندهم الطبيعية هاي ممتازة جدا، يعني بتفيد حتى من الطبيعة، هي كونها من الطبيعة في شيء مفيد. أو شيء العسل فيه شفاء للناس، هاي معروف يعني حتى بالقرآن شهادة رب العالمين. الأعشاب الثانية يعني جربت أكثر من شغل عندهم، حتى الحجامة جربت هنا وما شاء الله استفدت. من كادر عمل البرنامج نشام الوطن، لكم منا أجمل تحية وإلى اللقاء.